قال الله جل جلاله: ولتكن منكم امه، يسوون قاعدين بانفسهم؟ لا، قال يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عن المنكر. هناك هيئه اخرى على النقيض في كل بلدان العالم اسمها هيئه الامر المنكر والنهي عن المعروف. افتح سوره التوبه تجد صفحتين وجهين متقابلين، هنا هيئه وهنا هيئه. قال: المنافقون والمنافقات، وظيفتهم يا رب عندهم هيئه. قال: بعضهم من بعض، ايش وظيفتهم؟ يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المؤمنون طيب في الجهه المقابله، من صفات اهل الايمان اول صفه ذكرها الله ما هي؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، اول صفه يا رب ما هي؟ يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أصلا لن تنجو، والله لن تنجو، والله لن أنجو حتى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. قال الله عز وجل: ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. قليل، إيش وظيفتهم هؤلاء القليل؟ ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن ايش؟ ممن انجينا منهم. طيب هؤلاء قليل نجوا لانهم ينهون عن الفساد في الارض. كمل الايه، وين الباقين؟ واتبع الذين ظلموا. طيب في من هؤلاء الذين ظلموا ناس ما عصوا بس انهم ساكتين. لاحظ هنا من النجاه لمن؟ فقط الذين ينهون عن الفساد في الارض. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه. قال يا اخي انا مالي ومال الناس، انا عندي محلي وتجارتي ووضعي ومنصبي ممتاز، اخرب على نفسي ليش؟ فاترف في منصبه، وهذا اترف في ماله، وهذا اترف في فتنه، وهذا أترف في شهواته. قال الله عز وجل: ما ينجو من هؤلاء كلهم إلا الذين ينهون عن الفساد في الأرض. قال: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. هؤلاء القليل هم وزارة الدفاع. ما الآية التي بعدها؟ وزارة الدفاع لا تغلب. ما الآية التي بعدها؟ قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم. وعندهم شرط واحد فقط، وأهلها مصلحون. ما قال صالحون، قال لكم ضمان دفاع إلهي أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليكم. الدفاع هذا هو أن يكون أهلها مصلحون. لأجل هذا عند الترمذي كما قالت أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، سألت النبي عليه الصلاة والسلام نفس السؤال يا شيخ، قالت: يا رسول الله، أنا أهلك وفينا الصالحون. ما قال عليه السلام: لا لا لا، أموركم طيبة، وبالعكس أهم شيء الواحد صالح نفسه. قال: نعم. طيب ما هي العلامة؟ قال: إذا كثر الخبث. متى يكثر الخبث؟ إذا أنت مريت على منكر وسكت، وأنا مريت على منكر وسكت، صار الخبث يأتي إلى عندك. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما. مين اللي يتكلم الحين؟ الصنف اللي يعبد وما ينكر، راح أنكر على الناس الصح مثل كثير اليوم ما ينكر على الناس اللي سووا الخطأ، لكن إذا أحد نصحهم قال: إيش دخلك فيهم؟ إلا أنت اللي إيش دخلك فيه؟ أنت الحين لا أنت أنكرت، لسانك ما طلع على المنكر، طلع علي يوم أنكرت. قال الله: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم. يا أخوان ليش تنصحون الناس هذول ضايحين فيها منتهين بيعذبهم الله هذا؟ أنت أصبر. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ شوف رد الأبطال. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. شيخي الله سبحانه وتعالى، يعني اللي متأمل في الكلمات اللي في الآية يعلم أن القضية ما هي سهلة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. في أي كتاب؟ على لسان داود. على لسان داود. وين؟ في الزبور. وعيسى بن مريم. وين؟ في الإنجيل. وهم قوم موسى في التوراة، وهذا الكلام في القرآن. يعني أربع كتب. إيش سووا يا رب حتى يستحقون كل هذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما هو هذا العصيان الذي أحل عليهم اللعنة في أربع كتب؟ وما هو هذا الإعداء الذي جعلك يا رب تغضب تطردهم من رحمتك؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لو كانوا كفار الله بيأخذهم عن نهي معروف نهي عن منكر. لو كانوا كفار أصليين الله لن يحاسب الكافر على أمر معروف نهي عن منكر ولا لا. لأجل هذا حبيبي الغالي النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث المسعود، قال أنه كان الرجل من بني إسرائيل إذا لقي أخاه على منكر، شوف الكلام، نعم، إذا لقي أخاه على منكر يقول له: يا أخي اتق الله، فإن هذا لا يحل لك. قال: ثم يأتيه في الغد وهو على منكره. يعني شوف أنكر عليه المرة الأولى، أنا يا رب فرح ضعف. قال: فيجده على منكره ذاك فلا يمنعه من أن يكون أكيله وجليسه وشريبه، قاعد يسولف ما عنده أي مشكلة. قال: فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم وأنزل عليهم لعن الذين كفروا من بني